أهلا بكم. عناوين بارزة اليوم: آلية الحكومة التي تكاد تتحول من تصريف الأعمال إلى الشلل والجمود، وهذه النتيجة هي اليوم، لا جلسات بعد اليوم بانتظار الآلية، والآلية معطلة والآلية متأخرة. ثانيا، الحوار بين القوات والتيار الوطني الحر بانتظار القرار. ثالثا، الحوار بين المستقبل وحزب الله لضمان الاستقرار. رابعا، بورصة رئاسة الجمهورية التي تعلو وتهبط فقط في الإعلام والصالونات. خمسا، ملف العسكريين المخطوفين الذي استنزف دموع الأهالي وجهود الوسطاء ويكاد بدوره يتحول إلى مستنقع تغرق فيه كل التحركات. سادسا، الاشتباكات في جرود عرسال بين الإرهابيين والجيش، والتي سجلت بالأمس نقطة لصالح الشرعية ميدانيا بعد سيطرة الجيش على نقاط عدة في جرود عرسال في أم خالد وتلة الحمراء. سابعا، اللقاء التشاوري في سن الفيل الذي يضم رئيسين سابقين للجمهورية ومرشح لرئاسة الجمهورية، والكلام الجديد للرئيس جميل اليوم عن أن حوار جعجع عون أكبر تغطية للفراغ الرئاسي. ثامنا، مغادرة الرئيس سعد الحريري مجددا لبيروت، وهذا يعني أن أوان التسويات والرئاسات لم يحن بعد، وأن الأمور مترابطة ومتشابكة أكثر من أي وقت مضى. أهلا بكم في حوار اليوم، وأهلا بالدكتور ناجي حايك، عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير. امبارح عنونيت جريدة الأخبار: عون ينتظر النعم من القوات اللبنانية. لأمتين رح يضلوا ناطر؟ رح يقولوها القوات اللبنانية؟ هل تعتبر أنه هذا العنوان مطابق فعلا، أم أنه في إطار أجواء عم صلى كذا يوم عم تعمم لكن النتيجة لم تظهر وربما لن تظهر؟ في ناس عم بيعولوا كثير على العكس، إن شاء الله تكون الأمور أحسن، لكن أنت شو رأيك؟ الواقع هو أنه العنوان منه كثير ملائم. أنا مثل ما بشوف مش منيحة أنه العماد عون ينتظر النعم، لأنه نحن بحالة حوار مع القوات اللبنانية صحيح، وحالة الحوار ممكن تؤدي لحل موضوع رئاسة الجمهورية، بس هيدي ما اسمها العماد عون ينتظر النعم، لأنه العماد عون حصل على النعم من الشعب اللبناني، حصل على النعم من الأكثرية المسيحية. هيدي هي النعم الأساسية منبلش فيها. كيف تترجم بالآخر على أرض الواقع، كيف تترجم بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، هذا صار غير شيء. بس نحن يلي منقوله أنه الحوار مع القوات اللبنانية هو نحن مبسوطين منه، هو حوار مبارك، ومثل كل الحوارات، مثل الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، وهيدا مطلوب من شان تنفيذ كل احتقان ممكن يكون على الساحة اللبنانية. نتيجة الحوار بيكون أنه صاحب الحق الديمقراطي برئاسة الجمهورية بيكون هو رئيس جمهورية، مش بيكون أنه في أشخاص عطوياها سمحة نفس، لأنه هيدي مش سمحة نفس من حدا، لا من أي، لا من فريق مسيحي ولا من فريق غير مسيحي بموضوع انتخابات الرئاسة الجمهورية. هيدا موضوع له علاقة بالديمقراطية العددية وبالديمقراطية اللي نحن ارتضينا فيها نظام بلبنان، ومن هنا نحن منقول انه صاحب الحق هو العماد ميشيل عون، والواقع على الارض بيقول هيك. طيب اذا صاحب الحق ميشيل عون، ليه ناطرين القوات؟ نحن مش ناطرين القوات اللبنانية. لسوء الحظ الدستور اللبناني خلق آلية لانتخابات الرئاسة اللبنانية سمحت ليكون كل شيء مشربك ببعضه، وسمحت للدول الأجنبية هي تتدخل وتأثر على الكتل الكبيرة. موضوع الانتخابات إن كان النيابية ولا الرئاسية بلبنان لازم تتغير آلياتها، وآلية نحن منشان هيك عم نطالب بآلية لانتخاب بقانون انتخابي يكون عادل لكل شرائح الوطن اللبناني. واحد. اثنين، نحن كمان عم بطالب بقانون انتخابي عادل لكل شرائح المجتمع اللبناني بموضوع رئاسة الجمهورية، لأنه رئيس الجمهورية اللبناني لازم يكون عنده حد أدنى من التمثيل، وما يكون خاضع لا لأهواء القريبين ولا لتقلب أطوار البعيدين. ومن هنا مطلوب
انه هالآلية تكون واضحة وتكون كتير مزبوطة وتكون ديمقراطية. هيدا الفراغ هو فراغ مش في شخص معطل، الفراغ هو نتيجة هيدي الآلية، ولأنه كانت الآلية بالسابق تخضع للغرب والشرق. نحن بعد يومين في ذكرى عيد مار يوحنا ماروني اللي هو أول بطريرك على الكنيسة المارونية، اللي كان انتخابه بمثابة عرض قوة للمسيحيين بالمنطقة، لأنه كانوا بالزمانات ما بين الخليفة الأموي وما بين الأمبراطور البيزنطي، هن يصيروا يتناتعوا ببعضهم مين بده ينقي بطريرك على أنطاكيا. وبسبب هالخلافات صار في فراغ ببطريركية أنطاكيا، اجوا بلبنان الموارنة واللبنانيين اللي كانوا بأكتريتهم الموارنة، عبوا الفراغ بفعل إرادة، وبفعل إرادة ديمقراطية. نحن مطلوب إنه هيك يصير، مطلوب إنه هيك يصير، بس هيدي بدها وعي كبير من كل اللبنانيين ومن المسيحيين بصورة خاصة. وهذا الموقف مطلوب من القوات اللبنانية هلأ، مش سمحت نفس موقف لا يرجعوا هن يأكدوا على حضورهم وعلى تمثيلهم المسيحي. ومطلوب بعد هالانتخابات كمان مطلوب قانون انتخابي، والقانون الانتخابي الصحيح هو بالوقت الحاضر قانون اللقاء الأرثوذكسي. كمان مطلوب منهم انه يوافقوا عليه بعد ما هن ما وافقوا عليه، وكانت هيدي بعتقد انه نقطة سوداء بهالتاريخ. دكتور ناجي، مع كل الاحترام للحوار القائم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، لكن أليس من السذاجة السياسية والاستخفاف بعقول الناس القول أنه اتفاق جعجع عون يمكن أن يخرج رئاسة الجمهورية من النفق، أو خلينا نقول نطلعه من الأزمة اللي واقع فيها؟ هل قرار لبناني؟ إذا القرار لبناني ليه صرنا لكل ما واحد إذا بده يعين حاجب بلبنان بده يحكي إيران، بده يحكي السعودية، بده يحكي أمريكا، بده يحكي سوريا، بده يحكي كل الدول؟ يمكن أنا عندي بتخرط، خلينا نستعمل التعبير اللبناني، بتخرط براسك إنه الخبرية اللبنانية؟ يمكن أنا أكون ساذج بتحليلي إنه الوضع داخلي لسبب، خليني كفيلك. السبب هو التالي إنه نحن الفريق السياسي اللي أنا بنتمي له ما عنا ولا ارتباطات خارجية، ولا عنا حدا بيهبس لنا، ولا عنا حدا بيدفع لنا، ولا عنا حدا بيبعث لنا سمحة نفس. نحن بس ما تابعين معك حق بهيدول، بس إيران وحزب الله داعمين العماد عون، ما فيك طبعا مش مرتبطين في صداقات وفي محور طويل عريض. العماد عون يشكل أحد أركانه. استاذ جورج، نحن من أركان هالخط السياسي طبعا، وهالخط السياسي في له مش بشكل تبعي أكيد، لا في له علاقات إقليمية وفي له تحالفات إقليمية طبعا، بس أنا عم أقول هالتحالفات الإقليمية لا تملي على العماد عون ولا على فريقنا السياسي أي خيار بما يخص رئاسة الجمهورية، أو بما يخص قانون الانتخابات، أو بما يخص انتخابات الرئاسة، أو بما يخص أي تصرف في لبنان ابدا قطعا. طيب، من شان هيك نحن عم نقول مطلوب من كل الناس يكونوا هيك. هلا كل الناس منن هيك، ونحن بنعرف كمان انه لبنان بلد صغير ببحر كبير يلي هو منطقه الشرق الاوسط، ومساق بانه هالبحر في انواع هائجه وفي براكين مشتعله، وهالبراكين وهالانواع هي اكيد بتاثر على شو عم بيصير بالمنطقه، واكيد الدول الكبرى يلي هي سوريا وإيران والسعودية بالمنطقة، وبتروح بتبعد بعدين يلي هن أوروبا وأمريكا، وأمريكا بشكل خاص وروسيا كمان، هن بيأثروا على هالموضوع. ولكن إذا كان صار في حوار جدي بين العماد عون والدكتور سمير جعجع، وهالحوار الجدي أفضى إلى اتفاق على موضوع رئاسة الجمهورية، أنا برأيي أنه بيصير في إحراج عند فريق 14 أدار المتمثل بتيار المستقبل إجمال يعني بصورة كبرى وبصورة خاصة، إنه من هن قالوا إنه إذا اتفقوا مع بعضهم هون الناس نحن بنمشي شو ما كانت. وفي شغلة تانية كمان، إنه الرئيس سعد الحريري إذا كان هو بده يكون رئيس وزارة مفروض يوافق على العماد عون يكون رئيس جمهورية. تيار المستقبل في الوقت الحاضر
من تيار المستقبل، تيار المستقبل بالوقت الحاضر هو بحالة ضياع شوي، لأنه في السلفيين والتطرف مسيطر شوي على الوضع، وفي الوضع المادي يمكن لرئيس سعد الحريري وعلاقاته بالعربية السعودية منا كتير هلأ واضحة، وبالتالي هو مفروض يرجع على نقطة انطلاقه يلي هي لبنان وبيروت، وقاعدته السنية والوطنية. وتقدر يعمل هيك لازم يعطي كل صاحب حقه، ولازم هو يشهد لأحقية التمثيل عند رئيس التيار الوطني الحر. أيضا في موضوع الرئاسي، السعودية هل بتعتقد أنه رح تسكت لإيران على اللي عم بيصير باليمن؟ هل بتعتقد أنه الوضع بسوريا رح يصير مستقر بما يخدم الاستقرار في لبنان؟ هل بتعتقد أنه كلام السيد حسن نصر الله هديك اليوم أنه بعد ما يدوب التلج بده يبين المعارك، تبين المعارك؟ هل ما يحصل في العراق، هل ما يحصل في المنطقة، هل غليان كله سوا، هل تحول ليبيا إلى أكبر قاعدة للإرهاب في العالم العربي والإسلامي هلأ مجدداً، وانخراط مصر في الحرب وتوريط الأردن، كل هدول كلهم سوا، كلهم سوا، هالمشاكل اللي عم بتصير بين السعودية وإيران ومين ورا اثنين، هدول اثنيناتهم بدهم بس يتفقوا على لبنان ويجيبوا العماد عون رئيس جمهورية. رح أقول لك، عم بتقول إنه السعودية رح تسكت لإيران على موضوع اليمن. بالواقع إنه اليمن سقط كليا، سقط كليا، اذا كانت سكتت ولا ما سكتت بعتقد ما عندها حل. مثل ما انه في مشاكل باليمن بعد ما انتهى طبعا، بس انه الحوثيين هن اقوى فريق هلا، واحد أوكي. رئيس الجمهوريه بحكم طار. اثنين، في موضوع مهم كمان، انه ايران ما استنفدت كل اوراقها بالمنطقه في موضوع البحرين. يعني اليمن صحيح انه سقطت وما بتسكت، بس بيقدر الايراني بيقدروا يسقطوا البحرين. جنين البحرين، بتعرف شو اذا سقطت ايران البحرين؟ يعني صارت السعوديه شبه مطوقه من كل المحلات. قطر الاساس دكتور هاي، قطر قاعده العديد هي الاساس، لو شو ما كان ستار وورز مزبوط في القاعده العسكريه. بس انا عم بقول انه اذا سقطت اليمن صار، اذا سقطت البحرين فيها الجسر بينها وبين جده، يعني صارت من كل المحلات ما بقى عندها شيء، وبالتالي السعودية ما عندها إلا حل إلا إنها تتعامل مع الواقع يلي هو بيقول إنه كمان إيران دولة قوية بالمنطقة، وإيران عندها علاقات قوية وعندها ناس حلفاء معها، ومن هنا لازم يتوقف العنجهية المالية يلي الشخص تعرف بالبسيكولوجية تبع الإنسان، بصير معه مصاري كتير بيصير يحس انه هو بيقدر يعمل مثل ما بده، وهيدي عند الاشخاص، وهيدي ينطبق هذا الموضوع على الدول كمان، انه بيصير يحس انه هو مغني وانه هو بيقدر يعمل مثل ما بده وبيقدر يتصرف مثل ما بده. وهون يقع الخطأ، لانه الانسان يموت ويقتل عندما يعتقد انه لا يمكن ان يموت ولا يمكن ان يقتل. هيدي نحن تعلمناها بالحرب، ما لازم الإنسان يحس حاله أنه هو منه فيلنرابل، يعني ما بيقدر حدا يدق فيه. ومن هنا صار هيك، هلأ انضمت مصر بكبارة وبجبرقوتة، ومصر أكيد مش ممكن تقبل أنه يلي عم بيصير بليبيا على حدودها كبيرة، وهي هيدا تفصيل، موضوع إعدام الأقباط هو تفصيل صغير يلي ممكن يكون عم يحصل بين ليبيا وليبيا ومصر. يعني مصر بتقدر، دولة كبيرة بتقدر تأخذ هالشقفة من ليبيا وتخلص منه هؤلاء الأشخاص اللي عم بيعملوا هيدا الشيء، ومن هنا التناحر والمناكفات اللي موجودة بينه وبين قطر. يعني الحرب كمان رح تصير، مش بس يعني كانت الحرب عربية إسرائيلية هيك، صارت الحرب صليبية بالمعنى السلبي للكلمة، إسلامية من بعد 2001، صارت عم بتصير كانت عجمية سنية، سنية شيعية، عجمية أعجمية عربية، هلأ عم بتصير سنية. ملك عبدالله بيضرب بالأردن، الرئيس المصري بيضرب بليبيا، الأمريكان والإسرائيلية عم بيورطوا العرب في تقاتل مع بعضهم، السني شيعي وسني
نحن صرنا عم نقول لهم من زمان انه الاسلام غيروا على درسهم داعش راحوا قتلوا المسيحيين بريف الحسكه الاسرائيليين حرقوا كنايس وقتلوا وعملوا تيقولوا لا انه نحن مش بس هذا نحن بنعمل كل شيء بتاع كله نحن مزبوط. نحن بنقتل المسيحيين بنقتل الازيديين بنقتل المسلمين بنقتل العلويين اللي قتلوا مسلمين اكثر ما قتلوا شيء ثاني نقتل سنه اكيد ما المنطقه الموجودين فيها سنه فيها الواقع هو انه اسرائيل بمباركة أمريكية ولا أمريكا بمباركة إسرائيلية مبسوطين باللي عم بيصير بالمنطقة يعني الحلم يلي كان عندهم هن إنه يلاقوا مشكل بقلب الدول العربية ودول اللي بتطوق اللي هي بتشكل خطر كانت مش خطر دول فعلي عسكري دول الطاقة دول إسرائيل صارت مطوقة دول الطاقة إسرائيل ودول يلي عندها قدرة قتالية واللي عندها إرادة للقتال يلي هني بأكتريتهم هني سوريا والعراق هيدي صارت دول مدمرة مطحونة على الآخر ما بقى في منها شيء وبعدين القوة المالية للعراق وبعدين نحن بنعرف الكفاءة القتالية للجنود عند العرب مش كل الدول العربية يعني المقاتل العراقي هو أشرس من مقاتلي من المقاتل المصري مثلا ما هيدي معروفة بقى هيدي كلها دول مدمرة ما بهم شيء المسار كل ب 73 المسار بيبينوا عن ايه بس عن وقفوا عن سوريين قتلوا أحسن ب 73 أنور السادات خانون بس ايه العسكر المصري بيّن عن جدارة كبيرة بحرب 73 والعسكر السوري أكيد العسكر السوري بيّن أكثر والعسكر من العسكر المصري والعسكر والجنود العراقيين شاركوا كبير مظبوط وجنود المغرب كمان المغاربة بيقولوا أنه بيّنوا ب73 على جبهة الجولان بشكل رائع يلي قتلوا منيح ما بهم شيء العرب بس بدهم يلي قتلوا منيح بس بدك قراري أكثر. هي مشكلتهم العرب هي المواكب والعراضة هي مشكلتهم مش أكثر ما هي القدرة على القتال ومشكلتهم قلة وحدتهم يعني متفرقين كل واحد عن شيء والمشكلتهم كمان بالقيادات لما القيادات العربية بتكون مرتهنة للخارج الغربي يلي هو حاطط ضوء فوق السلطة وهو بيقدر يخسف هالضوء ويقدر يسطع هالضوء وبالتالي صارت كل الدول العربية وخصوصي بالأخص دول الخليج تابعة للرسن الأمريكي اللي بيشد وبيرخي واللي هو بيمنع أن تصرف مصرياتها لما فيه خير الدول العربية ولما فيه بحبوحة الدول العربية شو صار؟ صار أنه هالأموال العربية اللي جاي من النفط تستعمل لتدمير الدول العربية وصارت الدول العربية عم تكون مكسورة أكتر وكلها مصرياتها عم بتروح سلاح تقتل الدول العربية الأخرى. دكتور حايك بدي ارجع على الموضوع اللي بلشنا فيه بنرجع نكمل بعدين لكن انتخاب العماد عون أليس انتصار لفكرة سياسية مقابل المشروع السياسي للقوات اللبنانية هل تفسر هيك هل يمكن انه يكون فيها التفسير السلبي لها مش انكسار وانتصار لمشروع ام مثل ما عم بيقولوا القوات اللبنانية نحن سنساهم في هذا المشروع اذا حصل سنساهم ونكون شركاء فعليين والعماد عون عنده بيخلق هالحيسية أو عنده حيسية بيخلق هالدينامية المسيحية لكن هذا الكلام اللي عم ينقال هلأ ألم يكن بالإمكان أنه ينقال قبل؟ طبعا كان لازم ينقال قبل وكان بالإمكان وكان لازم ينقال قبل وصول العماد عون إلى سدة رئاسة الجمهورية ما بيعني أبدا أنه في فريق انتصر على فريق آخر بيعني أنه أنا أقول مشروع سياسي صحيح لا المشروع وقت اللي بيصير عون كل واحد عنده مشروع بالنهاية وقت اللي بيصير العماد عون رئيس الجمهورية بيصير الرجل القوي في سدة رئاسة الجمهورية والرجل الذي يمثل الأكثرية الشعبية اللبنانية والرجل الذي يمثل الأكثرية الشعبية المسيحية بيصير هو رئيس الجمهورية اللبنانية معناتها منصير بنقدر نحكي عن لبنان القوي ولبنان القوي ومشروع العماد عون منه مشروع فئوي مشروع العماد عون إذا ما وصل إلى سدة رئاسة الجمهورية هو مشروع الإصلاح ومشروع التغيير وهو مشروع رفع لبنان إلى المصاف الذي يستحقه لبنان نحن بنعرف أنه إذا كان لبنان في استقرار والاستقرار يتمثل بالعماد عون ويتمثل بالتمثيل السني وبالتمثيل الشيعي الصحيح لما بيصير هيك بيصير الناس يرجعوا أكثر على لبنان بيصير في ثقة بالعملة اللبنانية بيصير في ثقة بالاقتصاد اللبناني بيصير لبنان أقوى وبيصير لبنان مثل ما كان بالسبعينات
وبترجع بتقوى العملة اللبنانية، بيصير مثل ما كان بالأيام الماضية، كمان بيصير البنك الدولي يدين بالعملة اللبنانية مثل ما كان يعمل قبل، مش مثل ما أنا هلأ نحن دول العالم عاشر، وهو دول العالم عاشر بالليرة اللبنانية هلأ باليورو، لأن مخبوطين ببعض، هيدي هي كل القصة. دكتور حي رئيس جميل بيقول حوار، أول مرة بيحكي هالكلام، كان عنده تحفظات لكن هلأ عنده مواقف معلنة. حوار عون جعجع أكبر تغطية للفراغ وعم بيأثر سلبا، هذا كلام رئيس جميل. رئيس سليمان بيقول من يومين ليس صحيحا أن الرئيس يجب أن يأتي نتاج توافق مسيحي مسيحي، كمان عم بيقوس على الحوار. رئيس سليمان والرئيس جميل اجتمعوا اثنيناتهم بجبهة، رجعوا غيروا الاسم، قال لا يا أخي هم الجبهة، نزعج الرئيس الحريري والرئيس بري، قالوا له لا مش جبهة، لقاء تشاوري. طيب هذا اللقاء التشاوري بين رئيسين سابقين للجمهورية، ما بعرف هلا في كلام بالسياسة إذا اللي عم بيحلله بيقولوا هفدت ولا العماد عون، يعني صار عنده مشكلة الرئيس الحريري والرئيس بري معهم لقلهم تيحلوا الآلية العمل الحكومي اللي بده إياها الرئيس سلام مش بده إياها العماد عون. هذا الكلام شو محله؟ ما محله شيء، ولا بيقري شيء على أرض الواقع، ولا بيعمل شيء. الرئيس سليمان بعد هالعهد اللي ما كان كتير مشرف وعظيم ومفيد بتاريخ لبنان، عم بيفتش على محل لإله على الساحة اللبنانية، ومنشان هيك يخبط وخبطة عشواء، ما بيعرف لا وين بده يروح لا وين بده يسافر، وكل يوم بخبر خبرية وكل يوم بيطلع بقصة. ومؤخرا عرفنا انه تشكى على الاستاذ وديع عقل، لانه الاستاذ وديع تناوله بكلام بما يخص عهده، كلام غير لائق. عم بيعمل هيك لانه عم بيفتش لمحل له، ما له محل. الواقع هو انه وقت اللي كان رئيس جمهورية ما كان يمثل شيء على الارض، وهلا ما بيمثل شيء. هلا تنروح على موضوع الرئيس جميل. رئيس جميل انا بعتقد يمكن يكون وصلت له اخبار انه ممكن الحوار بين القوات اللبنانيه وتيار الوطني الحر يوصل لمحل، وهو عتل هم انه هو كمان يبطل يمثل شيء. يعني طبعا حزب الكتائب عنده حضور بلبنان، ولكن اذا كان صار في اتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كمان ببطل عنده شيء. المشكلة عنده كمان للرئيس جميل هو انه بعده يحلم بانه يعمل رئيس جمهورية مرة تانية، وهيدي حب الرئاسة هيدي شغلة ما بتخرج، بيقولوا اخر شغلة بتخرج من عقول الصديقين قبل ما روحهم تطلع منهم هي حب الرئاسة. حب الرئاسة ما بيروح هيدا، وخصوصي عن شخص مثل رئيس جميل، حب الرئاسة عنده معروف من زمان. لسوء الحظ مش الكل هيك، لسوء الحظ ما في يطلع على مش الكل، لا مش الكل هيك، رح أقول لك الكل في فرق. الكل عنده طموح بيشتغل هيك، كل شخص عنده طموح طبعا، والموارني عندهم طموح ومرض اللي هو رئاسة الجمهورية. بس طيب، إذا كان شخص يستحق الموقع، وإذا كان شخص عنده الشعبية إنه يتبوأ هالموقع، صار إذا هو تنازل عن هالحق صار تخاذل منه. بينما الشخص اللي ما عنده شيء واللي بده هالموقع بيقدر يحلم فيه الموقع، ولكن ما بيقدر يقاتل ويصرخ ويعيط ويقول إنه أنا بدي، ولا أنا هيدي إلي حقوق. ما لك حقوق، الحقوق هي بيعطيها الشعب. البطريرك الراعي راعي لهاللقاء التشاور. لا، البطريرك الراعي هو أب لكل اللبنانيين، وكل لقاء يحصل البطريرك الراعي مفروض إنه يباركه، مش معناتها يبارك ما ينت ما على رأسي، بس كمان ما يخرج عنه. بس وأنا بعرف إنه البطريرك رافض قصة التعديل الآلي. قال كلام هذيك الجمعة، كلام واضح سيدنا البطريرك، كلامه لا يؤول. قال إنه يخيي الحكومة عندها مهمة محددة، مش جاي تقعد محل رئيس جمهورية، يعني تعديل الآلي سيؤدي إلى بقائها وتعزيز صلاحياتها على حساب هذا. يعني هو من زاد توجه رئيس سليمان، ونحن كمان توجهنا رئيس سليمان والرئيس جميل ضد الآلية ولا ضد العماد عون؟ هلا قال لي هن ضد العماد عون، هن يعني هذا اللقاء مش ضد العماد عون. ايه بس ما هيدي معروفه من زمان قديمه بالتاريخ. بس الكلام اللي عم بينقال وقالوا
انه العماد عون عنده اربع وزراء، وزيرين مباشرين وزيرين حلفاء، بده يسعى الى الهيمنه ومصادره القرار عبر ايجاد صيغه او خلينا نقول لجنه مصغره بتضم مسؤولي الاحزاب، هي بتعتمد او بتتفق على كل شيء وبيمرق بمجلس الوزراء. يا سيدي نحن موجودين في 8 وزراء، انه نحن بنشكل هلا 8 ثلث الحكومه، العماد عون ما بيقدر يصادر القرار. هذا الكلام، هذا المسوغ يلي عم بيسوقوا لتبرير هذه الحركه. العماد عون منه عم بيجرب يسيطر على القرار. العماد عون هلا همه مثل ما هن بيقولوا انه همهم هي انتخاب رئيس يكون على رأس هذا البلد ويقود هذا البلد. هيدي موضوع الآلية التوافق بقلب مجلس الوزراء، هيدا تفصيل صغير، وهيدا تفصيل ما له علاقة، ما بيأثر لا سلبا ولا إيجابا على موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية. هيدا بس من شان تسهل أمور المواطنين ومن شان تسهل أمور الحكومة. أنا برأيي أنه ما في داعي كتير نتأخر على الكلام على موضوع الآلية لأنه مش مهم كتير. إذا بختم هذا المحور وأول نص ساعة من الحديث، أنت بتعتبر أنه هذا الحوار بين القوات والتيار الوطني الحر حوار مفيد، حوار جيد، حتى لو ما أدى إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ما هيك؟ طبعا طبعا. شو إذا ما انتخبوا رئيس تفقوا اثنيناتهم، كيف بدها تنعكس أكثر على الأرض؟ يعني بكرة منشوف مثلا جلسات مشتركة، زيارات متبادلة، حوارات مثل ما كان فيه، كان فيه حوار مشكور هذيك اليوم بين النائب كنعان وملحم رياشي برعاية الأسيس، دعي له الأسيس إدغار ترابولسي. كان جلسة منيحة، أول مرة بيطلعوا مع بعضهم بيحكوا غير الشيء اللي عم ينحكى بالاجتماعات. طيب الحوار هو شغلة منيحة، أهم نتيجة للحوار مش الاتفاق. الاتفاق الكبير هو شغلة كتير منيحة، بس هو تنفيس المناكفات والاحتقانات على الأرض، وهيدي شغلة نحن بدنا إياها بكل مجتمعنا اللبناني بجميع أطيافه. مثل ما حزب الله والتيار المستقبل بتنفس الأرض، وتنفيس الأرض شغلة كتير مهمة يا أستاذ جورج، لأنه نحن ما بدنا يصير في مشاكل بين بعضهم. بموضوع تيار المستقبل والمتطرفين السنة وموضوع حزب الله، المشاكل تترجم بطريقة عنيفة على الأرض مثل ما صار بجبل محسن ومثل ما بيصير بمحلات أخرى. عند المسيحيين الموضوع بينقضي بمشكل صغير ممكن، وهيدا نحن ما بدنا إياه. حتى المشكلة الصغيرة بالجامعات ولا على الأرض نحن ما بدنا إياها، وهيدا الحوار أدى لإيقاف هالمشاكل. أنا قصدي إنه هيدي المشاكل بتوقف نهائياً، ما حدا في يقول بتوقف نهائياً. هيدي بدها تربية، بدها أجواء، بدها تهيئة، بدها ثقافة، بدها متابعة. ما الحوار، لكن هذا الحوار، هالحوار المحدود بالزمان والمكان، المشاكل بتنتهي معه وتعاود بعد توقفه. أنا هيك تعرف إنه في مشاكل بين حزب الله وحركة أمل، وفي مناكفات بيناتهم، بس في لجان بمحل معين بيصير في لجنة ارتباط ولا بيصير في لجنة متابعة بتتابع هالمواضيع وبتقدر تنفس، بصير تقدر تنفس هالاشياء الصغيرة. مين أمل حزب الله بالقوات والتيار يلي صح، بس انت بتعرف انه مين في امل حزب الله هلا؟ مين باثنين؟ مين امل مين حزب الله؟ لا نحن حزب الله. لا نحن حزب الله. طيب كنت عم بقول انه قوات امل يعني بايام هن حزب الله بيقولوا هيك كمان. والله ايه بيقولوا انه امل هن القوات تبعهم. بتعرف انه بالسنة 90 وقت الحرب بين الجيش اللبناني بقيادة العماد عون وبين القوات اللبنانية، كان في بذات الوقت بذات الفترة كان في حرب تانية بإقليم التفاح بين حزب الله وحركة أمل، وكان مجازر، كان يموت 3-5 بالنهار، مجازر. كان يموت 100 بالنهار هون. رئيس بري نزل عشرات ومئات وآلاف القتلى. نزل رئيس بري شخصيا يومت على المعركة، وأنا بعدني بتذكر صورته، وكل العالم بيتذكروا بهذيك المرحلة. كان راخي دقنه، كان حامل بعتقد وانا متاكد منها بس مشان ما تخوني ذكرتها، كان حامل الشاش مات.
الشيشمات الفرنساوي بتعرف ولا 9 ملم ايوه حمر الشيشمات رئيس بري هذا كان معه يل الحرس الجمهوري بلبنان قبل ما يغيره ورئيس بري كان عم بيعيط على مش عم بيعيط كان بمعنى عم بيشجع او يعني كان بوضعية قتالية عم بيقول لهم يلا انزلوا واعملوا هيك واعملوا هيك كان باقليم التفاح رئيس بري يا بجرجوع يا بشبيع يا بجرجوع انا ما عاد متذكر انه بهذيك المرحله كنا عم نغطيهم لهول اكثر شيء كان شغله كبيره لا رئيس بري مقاتل يعني وهلا بعده لهلا بقى ومن هنا بس بنقول انه بنقدر نوصل لازم نوصل لتفاهم كانوا عم بيقاتل ضد حزب الله طبعا بعد نقدر نوصل لتفاهم بقى هيدي منا هالقد صعبه ابدا في تويتر في تغريدتين على تويتر العالم نقزوا منهم التغريده الاولى اللي بيقول فيها الدكتور جعجع بعيده للعماد هون مشكورا بعيد ميلاده وبيقول له ان شاء الله سنة الجاي بالحوار هذا طول العماد هون بيرد عليه مستعجل بيقول له ان شاء الله بعد الصيام في فرق فيها للقصة دكتور جعجع الامور عنده منه مستعجل العماد هون مستعجل العماد هون منه مستعجل بس في ناس نقزوا من هالتويتر هالتغريدتين التويتين لانه شافوا انه في تباعد وتعارض ونسبة وهيك شغلات بنحكم عليها أسرع بكتير من التحليلات السياسية العماد عون كمسيحي يؤمن بأنه خاتمة الأحزان هي القيامة والقيامة بتكون بعيد الكبير منشان هيك قال أنه بعد الصوم يعني بالقيامة يعني إن شاء الله ما تقوم لأيامي بس إن شاء الله لا ما رح تقوم لأيامي إن شاء الله ما تقوم لأيامي دكتور حايك ناخد أول بريك ونرجع من بعدها ونتابع حوار اليوم أهلا بكم مجددا في حوار اليوم مع الدكتور ناجي حايك عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر دكتور حايك ما في رئيس جمهورية بلبنان إلا بعد سيطر السوريين وعملوا الهيمنة تبعيتهم صار مشكل يعني بال2007 ما هيك بال2008 عفوا 7 أيار رجع الرئيس طائف من بعده ب82 الله يرحمه الشيخ بشير بيرجع من بعده الرئيس امين جميل اكيد الرئيس جميل ورثه للشيخ بشير بالرئاسه لكن العالم كان بده الصرفه وانتخبوه للرئيس جميل ما عم بيصير رئيس على الهين الا بس يكون في وصايه وهيمنه وتدخل ونفوذ وضرب كفوف بالعربي المشبرح مثل ما بينقال هلا في كلام انه ما في رئيس جمهوريه على البارد بده يصير شيء ما لانه بلبنان ما تعودوا يعني هلا ما بقى يصير شيء الا على الحامي مش بالضروره واللي حوالينا بياكد هذا الشيء هيك عم بينقال مش بالضروره ابدا يعني بمحل معين اللبنانيين فهموا انه على كل الاشياء اللي بتصير على النار بتكون منا كتير منيحه وبتصير على الدم منا منيحه والنتائج ما كانت منيحه ونتائج اللي اجت بعد 7 ايار ما كانت منيحه بقى نحن بنتامل انه يكون كل شيء على البارد هلا وكل شيء يكون ثمره اتفاق بين كل اللبنانيين بين بعضهم ليكون الرئيس هو هالرئيس يلي بده ينشل لبنان من لجه الغرق هلا مين بده ينشل الاله الحكوميه من لجه الشلل انا بعتقد انه قصه هلا ما في وقفه الحكومه كيف بدها تستمر يلي بده ينشلها هو القيامه بالاتفاق على موضوع رجعنا ربطنا كل شيء الجمهورية طب مشان هيك فل الرئيس الحريري من رئيس الحريري هلا بده يفل السعودية وانه عايش هون رئيس حريري بفل وبيرجع ما في مشكله لكن انا عم بقول انه رئيس حريري فل في ظل ثلاث شغلات صايرين سيئين الاليه ما زبطت معه يعني ما زبطت حتى قاعد هون وجرب يشتغل ويسعى ما زبطت الشغله الثانيه طلع له قصه اللقاء التشاوري يعني انزعج جدا منه رئيس الحرير وعمل اتصالات معلن اعلن عنها ولم يعلن عنها مع رئيس جميل ومع مع الشيخ بطرس حرب ومع مع ما بيمثل شيء لقاء التشاوري يا استاذ جورج يا سيدي طيب ما بيمثل في رئيسين جمهوريه ما بيمثل شيء وعمل ازعاج عمل له ازعاج لإله بس على ارض الواقع ما بيمثل شيء طيب شو بيعمل ما بيعمل شيء الشغله الثالثه مثل خليه حمد بالزمان شو بتعمل شيء طيب لكن قلنا الاليه واللقاء التشاوري
والمشكل مع حزب الله. في الزيارة هذه لم تؤدي أبدا إلى التقارب بين حزب الله وبين في حوار على رأسي وعيني ماشي الحوار، لكن هالثلاث عوامل هذه إجا الرئيس الحريري ورجع راح وباقي وراء، وامتدادا واستتباعا رئاسة الجمهورية. إذا الرئيس الحريري بما يملك من تقل وعلاقات خصوصا مع السعودية ما عم بيقدر يعمل شيء، مين بده يعمل شيء؟ الرئيس الحريري علاقاته مع العربية السعودية منا علاقات ندية، هو مواطن سعودي وعنده شغل بالسعودية، وبالتالي أنا بعتقد أنه رئيس حكومة لبنانية، لو كان رئيس حكومة وقت بيكون رئيس حكومة لبنانية بيجي على لبنان بياخذ الموقف اللي مطلوب منه ياخده بدون بدون ما حدا ينفخ له ولا بدينته ولا ينكزه، وبياخذ الموقف المضبوط يلي نحن بنتوقعه منه والموقف يلي هو بحب ياخده. أنا بعتقد أنه بمحل معين الرئيس الحريري موافق أنه ولا بده حتى أنه العماد عون يكون رئيس جمهورية، بس هيدا الموضوع مش بإيده، هالدفة مش هو اللي بديرة، هالدفة بديرة العربية السعودية، وهو بيصير مع عظيم جعجع بيقدر مع بيقدر يقنع السعودية، والحريري ما بيقدر يقنع السعودية بانتخاب عون. لا عون بس كيف أنا بقول أنه إذا كان هيدا المنطق، أنا لحق المنطق يا سيدي. أنا بقول أنه جعجع بيقدر يقترح على السعودية ويروح لعند الرئيس الحريري ويقعدوا هو ويقولوا أنه خلينا نقترح عليهم ويخلق لهم، نجرب نفهمهم أنه هيدا الموضوع بيكون مفيد للبنان، ممكن يمشي ممكن ما يمشي. بس إذا ما مشيت السعودية أنا لا أعتقد أنه هني عندهم هالمارج منشان يقدروا يقرروا مين. تتذكر مين 82 دكتور حقيقي؟ بتذكر رئيس الجميل الله يرحمه الشيخ بشير إجا رئيس جمهورية، لكن خليني أقول درع التثبيت من وين أخده قبل ما ينتخب؟ ما راح على الطائف؟ صح. طيب يعني السعودية إلى دور برئاسة الجمهورية، مع أنه كان جملات بيتهم الله يرحمه الرئيس بشير جميل مرشح الدبابات الإسرائيلية، قبلت السعودية يومتها بمرشح الدبابات الإسرائيلية على تعبير جملات مش على تعبيرنا نحن. ما هي؟ ما هلأ هم يعني هلأ بعدهم مع النصرة وداعش، ما كمان هودي الدبابات الإسرائيلية هي زيتها يعني بطريقة مغيرة. بس الوضع اللي كان بالـ82 كانوا مجبرين السعودية أنه يقبلوا. أنا قصدي السعودية ممر إجباري؟ لا منا ممر إجباري، بس أنا بعرف أنه بسنة 82 كان عنده مشكلة الرئيس الشهيد بشير جميل، مشكلته الكبيرة كانت أنه كان عتلان هم موضوع اللبنانيين يلي بيشتغلوا بالخليج، وهيدي بعرفها يعني بعرفها على الأكيد، كان عم بجرب أنه ما يعمل شيء يستفز السعوديين. وحتى العلاقة حكي كبير عنه كتابات لنا السيد الكاتب والباحث لنا المر نعمي بكتاباتها بكتبها بتشوف في كلام كبير قاله الشيخ بشير وموثق أو بالأحرى مستند إلى مصادر ما هيك وبغير محلات. كلام منار أسرار حرب لبنان. بس هو الشيخ بشير حكي كبير عن السعودية. بعرف كلنا بنعرف شو كان رأيه هلأ بعد 30 سنة الرئيس بشير جميل، بس هيدي المشكلة كانت هي تقض مضجعه، موضوع الناس اللي بيشتغلوا وموضوع الاقتصادي اللي ممكن ينتج إذا كان هو سكروا عليه الدول العربية، ونعرف أن سوريا كانت مسكر عليه. هلأ السعودية قبلت على مضض وقتها، هلأ السعودية بوضع أقوى، منا بوضع أنه البلد سائط، حتى لو هي بتقول أنه حزب الله مسيطر على البلد، بس غير ما كانت سائطة للتربيع المنطقة سائطة بإيد إيران. إذا عم نحكي عسكريا دمشق بيروت صنعاء بس حلفاء بس مطوق السعودية دكتور حايك مطوقين استاذ جورج مظبوط، بس حلفاء بلبنان منو مرات امبارح على باب على مضيق هرمز حلفاء بلبنان هلا منو مهزومين مثل ما كانوا مهزومين حلفاء العرب بلبنان بسنة 82، كانوا مهزومين عسكريا ومكسورين وهربانين، وكان حطوه بالباخرة ياسر عرفات وبعتوه من بور بيروت، حطوه بزليل مكسور، كان هيدا غير وضع منه هيك هلا. العرب يومتها العرب تخلوا ما حارب، مين حارب من العرب؟
السوريين حاربوا خسروا 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 كانت القوة الإسرائيلية وهذا بس كانت ما حدا حارب الإسرائيلية هاي ما حدا حارب إلا سوريا يومتها السوريين حاربوا السوري والفلسطيني يعني عم نحكي بلبنان استجورز كان التفاوت بالقوة العسكرية هائل يعني بجمعة كان محتل 3/4 لبنان نص لبنان ما بعرف لا معقول ما حدا حارب ما كان في حدا قدر يوقفوا وما حدا حارب العرب حكيوا ما حاربوا السوريين حاربوا حاربوا شوية كمان لا. بس هزموا رحلون 12,000 شهيد السوريين ايه بس لانه هزموا استاذ جورج لانه كانت مناطقهم مكشوفه رحلوا 96 طيارة بمعركة واحدة ايه بسنة 96 طيارة ايه بس لانه كان في معركة واحدة ما عم بقول لك التفاوت فوق البقاع المعركة الشهيرة ما عم بقول لك التفاوت هائل كان التفاوت هائل بين الطيران الامريكي والطيران السوفيتي بوقتها والطيران السوفيتي كان هن عندهم ميج 21 وميج اللي اكثر شيء و23 كانوا عم بيقتلوا فيها وهديك كان عندهم الاف 15 والاف 16 يلي كانت كبير يعني فرق كبير ما قدروا ينزلوا طياره واحدة ايه كانوا موديل السنه ما قدروا ينزلوا طياره واحدة كانوا يقولوا انه بيعطوه 10 ليرات سوري للطيارج السوري لياخذ البوسطه من بيروت ويرجع لانه بس يطلع بالطياره بينزل ما كان يعني ما كان في مجال للحرب بهال بسنه اثنين هلا الوضع غير هلا الوضع غير تماماً غير بعد عندهم قوة السعوديين وبمحل معين هني بدك ما تنسى إنه في التكفيريين اللي مستعدين بعد يفجروا ويعملوا وحيالله وقت بينزركوا بيقدروا يحركوا هالخلايا الإرهابية بعد وضعهم منيح منشان هيك ما سلموا وبعد ما تنسى كمان أمريكا معهم للسعودية هلأ بسنة 82 أمريكا ما كانت أمريكا كانت مع إنه يتخلصوا من منظمة التحرير الفلسطينية والإرهاب الفلسطيني وقتها اللي كان مثل داعش هون يعني. بدي أقرأ معك من سنتين يعني بعد سنتين على اندلاع الأحداث بسوريا من سنتين مش هلأ من سنتين شو قال جون كيري بارح كنت عم برجع رجعت إياتها جون كيري الأسد نجح في الصمود والاستمرار وإسقاط الأسد غير ممكن ولم يعد أمام المعارضة سوى الجلوس معه ومحاورته كيري أكد صراحة دعم بلاده للحوار بين المعارضة وبين نظام الأسد وحكومة انتقالية والتفاهم الروسي والتفاهم مع روسيا على هذا الموضوع التحليل يلي قريناه يومها أنه واشنطن أسقطت مسألة تنحي الأسد كشرط مسبق للحل في سوريا وهذا يعني أنه واشنطن تتفق مع وجهة نظر موسكو طيب بعد من سنتين لهلا شو تغير لهلا من سنتين هلا صار له 4 سنين ما تغير شيء استاذ صار له 4 سنين بس انا عم بقول جون كيري هذا الحكي من سنتين مش من هلا كلهم عم بيقولوا هلا الامريكان غيروا هذا غير ما غيروا الامريكان الامريكان الهدف عندهم واضح تدمير سوريا وتدمير دول الطوق وتدمير كل شيء موجود وهلا بلشت بسوريا وبليبيا ورح تكفي وين ما كان والعراق خربت الدنيا كلها بدها أمريكا بدها تخرب وتقسم كل الدول العربية لا لسببين في سبب مهم هو فك عزلة إسرائيل وفك الطوق عن إسرائيل واحد وفي سبب تاني كمان تدمير القوة الاقتصادية يلي بيمثلها البترول العربي تدميره بصورة كاملة خلص انتهى تدم مش هلا عم بيقشطوا البترول ما هلا بس تقشط البترول انت بتضرب ايران وبتضرب السعوديه كمان ما السعوديه مثل ما ايران عم بتمول بسوريا السعوديه عم بتمول بسوريا وعم بتمول وين ما كان وبالتالي خسائر السعوديه اليوميه جراء انخفاض اسعار النفط 300 مليون دولار بالنهار بالنهار مزبوط يعني هيدي الخسائر من جراء هيدا طب وين بتكون عم تنضر هلا ايران عم تنضر كلهم عم ينضروا بس انه شو بوعي شو الامريكيين بدهم يضروا اثنين ما عم يضروا واحد عم من دهنه ثقيله مزبوط ما هو من دهنه ثقيله عم بيشرون السلاح عم بيبيعوا عم بيفضوا لهم الريزيرف البتروليه تبعهم وعم بيفضوا لهم السلاح والريزيرف البتروليه الكبيره بالعالم موجوده بامريكا مش موجوده مش موجوده هون الناس مفكرين انه الدول العربيه بس عندها بترول امريكا عندها بترول اكثر منهم كلهم بس مسكره الواحد وعم تشتري وهي بتتحكم بالسوق وبعدين بيقول لك انه العرب يتحكمون بالسوق العرب ما بيتحكموا بالسوق الدول الغرب تتحكم بالسوق يعني اذا قررت امريكا هلا تقول له نحن ما بدنا نخليكم تبيعوا النفط تبعكم شو بصير بينهاروا ببيع هي امريكا بتعطي اوروبا بتعطي وين ما كان
فهذا كلام انه هن بيتحكموا ما بيتحكموا بشيء. وهلا عم بتخانقهم مع بعضهم وامريكا ودول ونحن بنعرف والمنا بيشوفوا اشخاص اشخاص بيحكوا اللي بقلبهم بالاداره الامريكيه ولا بكثير من الدول الغربيه بيقولوا لهم نحن ما بدنا اياها تخلص اتركون عم بيقتلوا بعضهم العرب وهيك عم بيصيروا العرب مكفيين والعرب مكفيين وحرب طويلة عريضة داحس والغبراء عم بيختلفين مدري عشو على جنس الملائكة ولا مختلفين ما بعرف شو وعم بيقتلوا بعضهم عم بيفضوا كل قوتهم البشرية عم بيفضلوا كل قوتهم المالية وكل قوتهم العسكرية وبالآخر بيوصلوا لمحل كله مدمر. هيدا هي هيدا هي أرمجدون هيدا هو حرب هرمجدون. حزب الله معود كان على حرب العصابات، حرب الإغارة، حرب الكمائن، الحرب الخاطفة أو بالأحرى الصمود في وجه حرب تشن عليه. هو ما شن حرب، كان أيام الاحتلال الإسرائيلي يعمل عمليات، شحط الاحتلال الإسرائيلي، كان بموقع دفاعي. بعدين بال2006 كمان كان بموقع دفاعي، فاتوا الإسرائيليين أكلوها حملوا حالهم رجعوا انسحبوا. هلأ حزب الله بحرب نوع من سموها حرب توسع، يعني عم بيهجم وعم بيدافع بذات الوقت. هل ممكن لحزب الله استمراره بهذه الحرب يخدمه أو يخدم الاستنزاف يلي الأمريكان والإسرائيليين عم بيفكروا فيه؟ استمراره بهالحرب يخدم الاستنزاف يلي بدهن اياه الامريكان، وهيدا طبيعي وواقع. اذا كان هو بحاله لا حرب احسن من انه يكون بحاله حرب، لانه بيكون مش عم يسقط له شهداء، بيكون مش عم يستنزف قوته العسكريه. ولكن الواقع هو انه حزب الله مضطر يكون موجود بسوريا، لانه اذا حزب الله باي ساعه ولا باي لحظه ببطل يكون موجود على الحدود اللبنانيه وببطل يكون موجود بحرب استباقيه بالداخل السوري، دغري دغري التكفيريين بدهم يخترقوا الحدود اللبنانيه من محل معين، وبس يخترقوا الحدود اللبنانيه من محل معين بصير الحروب بقلب لبنان. برجع بكرر شكر لحزب الله لدفاعه عن لبنان بحرب الاستباقية هناك وبالقتال يلي عم بيقتله عم بيستنزف له قوته العسكرية وقوته الشبابية كمان. كل الناس يقولوا البدنية، الواقع هو انه حزب الله مضطر يعمل هيك دفاعا عن لبنان ودفاعا عن الارض اللبنانية. وشفنا نحن وشفنا لو مش هو مسكر الحدود بمحلات كانوا فاتوا. وحكينا من سنين انه اول شيء بيصير تسقط القاع وراس بعلبك القريتين المسيحيتين الكبيرتين تسقط، الجيش اللبناني حاطط 15,000 عسكري بيقدر يسكر كل الحدود، وهلا بدهم كانوا يفتحوا له حدود من شبعة ومن مناطق الجولان لينزلوا من هنيك. حزب الله سكرة. شو بيصير؟ مين مسكرها هيدا؟ حزب الله اللي مسكرها. يعني الكلام هين انه حزب الله شو عم بيعمل هنيك؟ حزب الله هنيك عم يدافع عن لبنان. هيدا هو ما يرتئيه الجميع وما يعرفه المحللون العسكريون وكل حتى المحللين الغربيين تحكي معهم. أنا بشوف ناس منهم نواة بيقولوا إيه إنه حزب الله أول ما حزب الله بفك وجوده على من الداخل السوري القريب بدهم يفوتوا التكفيريين وبدهم يخربوا وسوف يعيثون في الأرض فسادا. عندهم رأيك لو أنا من حزب الله والجيش اللبناني، طبعا الجيش اللبناني أول 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 المدافعين وهو رب مدافع عن لبنان، بس عم بقول هن كمقاومة مساندة للجيش اللبناني. شفناهم أنه أنت فكرك وقفوا العمليات الانتحارية ووقفوا التفجيرات لأنه هن صاروا منورين أكثر الدواعش والنصرة، لا، لأنه مش قادرين يعملوها بقى ولأنه صارت الأذى اللي عم بيجي من عليهم أكبر. هيدا هو السبب، مشان هيك وقفوا. كلام سيد حسن نصر الله عن أنه تحضيرات للمعركة اللي جاي كلام كمان يؤشر إلى مرحلة غير مطمئنة لجهة العمل العسكري. السيد حسن عم بيحكي، كان السيد نصر الله كان عم بيحكي بلهجة الناصح أنه شوف شو بتكون تعملوا، والمحذر من الخطر والمستعد لأي مواجهة. لكن المرحلة اللي جاية يعني بكرة بده يتطبق المثل، يعني بيدوب التلج وبيبين المرج، بدها تبلش المعارك. هيدي شو مؤشر؟ مش شو مؤشراتها، شو تداعياتها؟
ما في تداعيات. لا لا نحن فاتين بقى. السيد حسن عم بيقول، السيد نصر الله عم بيقول جاي 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 حرب، جاي معركة كبيرة عليهم. لا لا. السيد حسن عم بيقول إنه القصة ما انتهت بعد، إنه هودي الجماعة ما خلصنا منهم بعد، إنه هودي الجماعة يتحضرون ليعملوا معركة. نحن كنا مفتكرين وكان الفكرة الأولية بتقول إنه بس على التلج بدهم ينزلوا من الجرود، طلع العكس، بس صار التلج بقيوا بمحلاتهم وهلا ناطرين تيدوب التلج. لا اذا كان عندهم امكانيه، انا برايي ما عندهم امكانيه يعملوا هجوم على المنطقه، لانه الجيش اللبناني مسكر منيح، والجيش اللبناني عمل عمليه جيش منيحه، والجيش اللبناني عنده ذخيره وسلاح نوعي وهلا موجود عنده، وهيدا عطوه الامريكان، وصل له وصل له 25 مليون طلقه ذخيره، طلقه رشيشات وذخيره مدفعيه 25 مليون منيح. المهمين هن الصواريخ يلي كانوا عم بيشترون بال عم بيدفعوا صواريخ الهيل فاير اللي موجوده عنده، هي اللي عم تحسم اكثر المعارك، وفي طيب. عده صواريخ كمان اجته من الولايات المتحده، هي اللي عم تحسم المعارك بجرود عرسال، مش عم تحسم، عم بتهدي، عم بتهدي المعارك، وهيدي تحسم كانوا فلوا، وهيدي هي اللي عم تعمل هيدا الشيء. هلا في حرب جايه، الحرب ما خلصت، يلي بعده عم يدعم السوريين والامريكيين، عندهم لهجتين مختلفتين، بيقولوا انه هن ايمي قيمتهم اذا بتحكي معهم، ومفادينهم يلي بيجوا على لبنان بيقولوا انه هن ايمي قيمتهم على تركيا، وهلا بذات الوقت عم بيعلنوا من مده انه هن بدهم يدربوا مقاتلين لمواجهة داعش. لا هني بيقولوا بدهم مواجهة، الأمريكان قالوا بدنا نعمل لمواجهة داعش تدريب مقاتلين. إيه بس هودي لمواجهة داعش وبشار الأسد. لا هني قالوا لمواجهة داعش. قالوا لمواجهة بشار الأسد. قالوا هودي. أنا عندي المشكلة اللي عملته داعش هلا، واللي كرماله بلشوا الأتراك عملوا هالعملية المحدودة لكن الخاطفي على ضريح سليمان شاه، خايفين من مشكل بينهم وبين داعش. كل الكلام اللي انحكى بين رجعوا قالوا الأتراك، هلا الأتراك عم بيسربوا إنه نحن جايين على مشكل مع داعش لأنه الأمريكان عم بيضغطوا علينا. الأتراك مش رح يعملوا مشكل مع داعش، لأنه رح يعملوا مجبرين بس. لا لأنه داعش هي ما بتعمل مشكل مع الأتراك، لأنه علة وجود داعش هي الأتراك. ممر كيف عم بيعيشوا الأتراك؟ الداعش عم بيعيشوا من الأموال اللي عم بيجنوها من بيع النفط بسعر زهيد لتركيا. تركيا بتشتري النفط رخيص بتعطي مصاري لداعش وبتبيعه، بتستفيد تركيا وبتخرب سوريا، هيك عم يعملوا. وضع في داعش، في عرب كتير عم بيشتروا منه، وضع كمان. داعش في تجار بكل المناطق عم بيشتروا منه هون كمان، وضع داعش بيناسب، وضع داعش بيناسب، هيدا هي بس. وقت اللي الامريكان بيقدروا يضغطوا على تركيا لتوقف تشتري النفط من داعش بتنتهي القصة، بتنتهي القصة، بتخنق داعش، بيبطل فيهم يعطون لا سلاح ولا مصاري. بس ما دام عم تلعب زيت اللعبة، وما دام في دول عربية كمان عم تبعت عم يبعتون مصاري لداعش، مش رح توقف الحرب. دكتور حايك، نحن خلص وقتنا، لكن حابب أسألك سؤال. بكرة بس نلتقى من أول عن جديد نحن وحضرتك، شو بيكون صار؟ بيكون صار اللي قاله الدكتور جعجع على العماد عون بالتغريدي بعدنا مطولين، أم بيكون صار اللي قالوا العماد عون للدكتور شعجع إنه بعد الصوم وبس نلتقى فيك؟ أنت أيها متأمل؟ أنا متأمل ببعد الصوم، لأنه كمان أنا مثل الجنرال عون دايما عندي هالرجاء إنه القصص تنحل بطريقة ودية وبطريقة تكون فيها خير للبنان وخير للجميع. حتى لو ما التقوا اثنيناتهم هلأ؟ حتى لو ما التقوا اثنيناتهم، حتى لو تأخر إعلان النيات، حتى لو تأخر أقول رئيس جميل إنه إعلان النوايا هو شغلة منيحة، قراءة النوايا بالقداس إذا هالقد أخذت القراءة، النوايا هي في النفوس، تخلص القداس عم بقول رئيس جميل يعني أستاذ جورج قد بدأ رئاسة الجمهورية أستاذ جورج، هي النوايا هي في النفوس وليس في قراءة النوايا، وإنما النيات بالأعمال. مزبوط، ما هي مزبوط، إنما أعماله إيه. طيب أنا بدي أشكرك دكتور نجح حايك، بشكر مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.